مرحبا يا أصدقاء، إذا كنت تكرهون الوقوع في فخ النصب لكنكم ما زلتم تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي فهذا الفيديو لكم. تخيلوا منصات التواصل أشبه بملعب كبير، لكن ليس الجميع يلعب بنزاهة. انتبهوا، فالمحتالون يتربصون بكم مستعدين لسرقة معلوماتكم أو أموالكم بحيل ماكرة. أولا، احذروا من العروض المغرية التي تبدو خيالية. آيفون مجاني؟ متابعون بلا حدود؟ إذا بدا الأمر كالحلم فهو غالبا عملية احتيال. ثانيا، تأكدوا دائما من ملفات التعريف البروفايل. صورة مبهرة وصفر منشورات إشارة خطر. يستخدم المحتالون غالبا حسابات مزيفة لاستدراجكم. ماذا عن تلك الرسائل المستعجلة من الأصدقاء تطلب المال؟ اتصلوا بهم مباشرة. على الأرجح تم اختراق حسابهم من قبل محتال. تذكروا، حتى المشاهير يتعرضون للنصب. إذا كانوا عرضة للوقوع في الفخ فأنتم كذلك. لذا كونوا يقظين، شككوا في كل شيء وثقوا بحدسكم، لأنه في عالم وسائل التواصل الاجتماعي الوقاية خير من العلاج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.